احنا اللي نريدها اللي اللي ذكرناها اللي نريدها من الاعراض مالت التوكسيسيتي اللي هي موجوده هنا عندك تو ماتش كافيين ريزولت ان ذا كافيين انتوكسيكيشن هاي المطلوبه من عندك تبقى هذا غير مطلوب انا بس بدي اعطيك فكره على اختلاف نسبة الكافيين بكل غلاس من الديكاف من الهوت شوكلت جرين تي الاسبريسو وهكذا هاي المعلومات وهنا أنا أيضا للمعلومات اللي أريدها من عندك الأوفر دوز مال كافيين اللي كانت موجودة بالسلايد المكتوبة كتابة هذا الدايجرام من للمعلومات فقط حتى يزيد معلوماتك لأن هي مادة ترى مهمة وكل الناس تشرب شاي وقهوة فالمفروض أنك تعرف وين يأثر ومفروض تعرف زيادة شي يسوي حتى تقدر تنصح المرضى من يجيك مريض مثلا عند ضغط لازم تقول له انه انت ترى ما يصير تشرب اكثر من 2 2 كاب اوف كوفي بير دي يعني مو اكثر من اثنين ليش انت عندك ضغط وان كنترول بدك تاخذ دواء هذا يزيد عندك الضغط اذا واحد يجي يقول لك انا دائما اشعر اكو عندي حموضه فمن الاشياء اللي تحكي هي تقول له تحاول تقلل من الشاي والقهوه واذا ردت شاي وقهوه فاخذ دي كاف ليش لان يعني هذا يزيد عندك الحموضه وبالتالي ياثر عليك فاذا هاي الاشياء من ضمن الاشياء اللي انت راح تنصح بها مريضك من يجي للصيدليه ف هي بالنسبه لك معلومات حلوه تعرفها بس انا ما راح اجيب لك هذا و واقول لك احكي لي عليه هسه رقم اثنين الشاي اوكي فكميليا سايننسز اوف ذا فاميلي ثيكاسيا اللي تحتوي على الثيوبرومين وثيوفيلين وايضا الكافيين تحتوي عليهم نرجع نقول أن الثيوفيلين مثل ما حكينا يشتغل كلش هواية على البرونكايل سموث مصل ولذلك هو يستخدم بالاسمة وموجود بشكل حبوب موجودة ننطيها لمرضى اللي عندهم الربو اوكي النبتة الثالثة هي الثيوبرومين ايضا راح تحفظ لي بس الاسم العلمي مالته ثيوبروما coca of the family stirculacea uh, وهذه تكون بيها ثيوبرومين كلش هوايه وايضا هو يكون عنده diuretic smooth muscle ان CNS stimulation اذا تريد تلخص ال pharmacological activity مالت الكافاين الثيوفيلين هو لهم diuretic effect سموث مصر ريلاكسنت افكت سي ان اس ستيميليشن secretion. سيكريشن هذين الاربعه هي الملخص بس كل وحده وحده اكثر واحدة اقل بالنسبه الى الاكتيفيتي مالتها هسه خلصنا بالنسبه للبيورين اللي هو قلنا سودو الكلويد راح نجي على الستيرويدال الكلويد. الستيرويدال الكلويد هو جزء ثاني اللي يحتوي على 6 ايزوبرين يونت 6 ايزوبرين يونت هذا اكيد ما انتم بالستيرويد يمكن بالكورس الاول اعتقد انطتكم اياه دكتوره زينب شلون تكون النيوكليس مالت الستيرويد الالكالويد تكون هيجي اللي هو ناثرين نيوكليس من هذا كله اريدك تعرف انه الستيرويد الالكالويد هو ديرايفد من الايزوبرين يونتس اللي هو التراي تيربينويد او الستيرويد يعني ايضا لا ديرايفد من الامينو اسيت يعني ايضا راح يكون مثال على السودو الكالويد وبس هذا كل الحكي اللي انا حاكيته هنا مجرد اشرح لك على هاي الرنج هل هي مطلوبه من عندك لا ما مطلوبه من عندك انا بس اريدك تعرف انه هو ستيرويدال الكيلويد جاي من ايزوبرين يونت واليونت مالته هو السايكلوبنتافينانثرين هاي اريدك تحفظ لي اياها سايكلوبنتافينانثرين اللي هي النيوكليس هاي اجين اريدك تعرف لي انه هي سايكلوبنتافينانثرين نيوكليس فقط وجايه البريكورسر مالتها من ايزوبرين يونت اذا precursor isoprene unit النيوكليس مالتها الكيميائية التصنيف الكيميائي هو سايكلوبنتافينيثرين بس، اوكي؟ هسا مثال عليها عندنا الفيراترم، هذا الفيراترم اكو عندنا البا وفيردا، البا يعني ابيض باللغة الرومانية وفيردا يعني اخضر باللغة الرومانية، فاكو عندنا تو نوعيتين تو سبيسي، انت كيفك احفظ لي اللي تريده. إما فيراتروم فيردي أو فيراتروم ألبا كيفك ألبا أوكي أو ذا فاميلي ليسيا بس الفرق الفردي يعني لون أخضر والألبا هو الأبيض ألبا هو اللون الأبيض باللغة اللاتينية الجيوغرافيكال سورس ما مطلوب من عندك كيميكال Constituent من هذا كله أريدك تف... تعرف لي ال... البرو... البروتو فيراترين بروتو فيراترين A و B. بروتوفيراترين A و B هذا المين اكتف كونستيتيونت استفاد واحد يجوز يسألني ليش لأنه هو هذا اللي راح نستخدمه بشكل أدوية اللي راح أعطيك ياس استخدامها يستخدم كأنتي هايبرتنسيف ميديكيشن أنتي هايبرتنسيف ميديكيشن اللي هو منهم ما برو فيراترين A و B أنتي هايبرتنسيف يعني يخفض الضغط برو فيراترين A و B فتحفظ لي من هاي النبتة اسم العلمي مالته الجينس والسبيسي فيردا وقلبك كيفك of the family main active constituent بروتوفيراترين A وبي زين استخدامها هو anti hypertensive الكيميكال كلاس مالتها هو سايكلوبنتافيناثرين ال الامينو اسيد precursor مالته هو مو امينو اسيد هو سودو وهو جاي من سك من ايزوبرين يونت هذا الستركتشر غير مطلوب من باب العلم بالشيء فقط وخلصنا هسه المحاضرة مالتنا وهنا أنا أكو عندك practice question تقدر أنت تطلع عليها وإذا حسيت أكو أي صعوبة بيها تقدر تكتب لي على التليجرام فها هي مجرد أسئلة اللي هي تبين لك أنه أنت افتهمت أو لا mention two amino اسيد اللي consider main precursor مالت البروتو الكلويد موجودة فين الأنينو تايروسين give example medicinal plant يحتوي على بروتو الكلويد والmain active constituent والbotanical source احنا أخذنا ثلاث أنواع أي واحدة بكيفك give example of medicinal plant السودو ألكالويد اللي ممكن انه احنا ننطيه انه عندك انت البيورين الكالويد او الستيرويد منشن الميكانيزم اوف اكشن مال الافدرين الكالويد موجوده عندك ايضا هاي الميكانيزم اوف اكشن وبذلك نكون كملنا الالكالويد كامل اوكي هاي هي مفروض تكون الماده مالتك الى نص الكورس اذا عندكم اي سؤال انا موجوده بالشرح